أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى. ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى. ثم كان علقة فخلق فسوى. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ طبعا قدر الله عز وجل لا اعتراض عليه، وعسى أن تكرهوا شيئا كما قال الله سبحانه وتعالى وهو خير لكم. لكن لو سألتك يا عبد الله عن أهم الأشياء يعني اللي فقدتها وتتمنى حصولها بعد إصابتك يعني بالشلل والإعاقة. أماني، في ثلاثة أماني تتعبني. هي حسنة، أمني أني أسجد لله سجدة وإن شاء الله ما أقوم منها.
في خوف داخلي. في آية في القرآن تقول يوم يكشف عن ساق فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون. أنا لا ما أقدر أسجد في الأرض. أيام ما كنت أمشي ضيعت صلوات كثيرة. الآن في ناس ممكن يحزنوا عليها صح؟ يشوفوني بهذه الحالة يحزنوا عليها. لكن لما أكون ما أصلي ما حد يحزن عليها. الثانية إني أقلب ورقة والمصحف. هذه أنتم ما تفكروا فيها. أنا أشوفها مثل الجبال. الثالثة إني نفسي في وقت عيد أو مناسبة أو فرحة أدخل البيت أضم أمي.